الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز تداولات منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، ونبدأ مع حملات التحريض والاعتداءات المتواصلة ضد الطلاب العرب في جامعات البلاد، توازيا مع موجات تعبئة تفتعلها الحركات اليمينية المتطرفة كحركة انتر 2 والتي تنادي بموت العرب. المقطع الأول من داخل أكاديمية بيتسلئيل للفنون بمدينة القدس المحتلة. طالب إسرائيلي يهاجم طالبا فلسطينيا بسؤال متكرر: ماذا تفعل هنا؟ ارحل من هنا. وبشكل هستيري يتهم الطالب العربي بدعم الإرهاب. الجميع صامت إلا هذا المخلوق. على فكرة هذه الأكاديمية الإسرائيلية هي أبرز الأكاديميات التي تدعي اليسارية والتعددية واحترام الآخر، غير أنها مبنية على أراض محتلة فقط للإشارة. على كل حال التطرف لم ينتهي هنا، فمتطرفون يهود جالوا أمام جامعة تل أبيب بما في ذلك مساكن بعض الطلاب العرب الفلسطينيين، وهم يهتفون الموت للعرب وهتافات أخرى. لم تفعل الشرطة الإسرائيلية ولا الجامعة أي شيء لحماية الطلاب المهددين. نتابع. לא שמעת אותם? מי? את אלה שעכשיו עברו מכאן. לא, לא ראיתי. לא ראית. מה היה? לא צעקו מוות לערבים, אה? עכשיו צועקים הרבה, אנחנו לא... نشير هنا إلى أن هذه الممارسات المتطرفة تأتي بعد ساعات قليلة من انضمام وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية إلى المتطرفين اليمينيين في مهاجمة مراسيم النكبة التي أقيمت في جامعة تل أبيب المقامة على أنقاض قرية الشيخ مونس الفلسطينية المطهرة عرقيا. في التفاعلات كتب النائب عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادي، كتب: أوقفوا الانفلات العنصري لحركة انتر 2، يجب وضع حد لهذا الانفلات الخطير والتحريض الأرعن على شبكات التواصل الاجتماعي الذي يقوم به نشطاء حركة انتر 2 والذي يلقى دعما كبيرا من قبل غالبية المجتمع الإسرائيلي، وانضمت إليه مؤخرا وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية كجزء من جوقة التحريض هذه. أما أريج فقالت: كل مؤسسة أكاديمية إسرائيلية في البلاد ومهما وزعت منح ومهما فتحت مختبراتها ومهما عملت لن تعوضنا عن حقيقة أنها مبنية على مواردنا من أرض ومن هواء ومن بشر. أي جهة لا تصنع جميلا لأي طالب فلسطيني يتعلم في الجامعات؟ نحن نتعلم من تعبنا وتعب أهالينا، ورغما عن كل شيء بالعالم يجعل من التعلم ببيئة عنيفة معجزة. إلى موضوعنا الثاني، فمع إرجاء محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في بئر السبع اليوم البت في أمر تمديد عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة، إلا أن إدارة سجون الاحتلال على ما يبدو مصرة على تمديد عزله الانفرادي لمدة 6 شهور جديدة. وضعه في الزنزانة لحاله طبعه، يعني شعر انه فيش حدا معاه وشعر انه مش راح يروح، شعر انه راح يضل طول عمره بالسجن. اخر زيارة امه يعني كانت تقول له انه الناس يسوي لك حملات وانه الناس بيطالبوا باخراجك وانه سوينا حملة دولية. طبعا هذا شعرت انه اعطى امل لاحمد، فلما قلنا له انه الناس كلها واقفة جنبك حس بالطمأنينة، حس بالامل وحس بالدفء. فالهاشتاجات والشغلات هذه الالكترونية ترفع من أمل من معنويات أحمد ومن معنويات أهل أحمد. أسأل الله أنها تكون سبب إخراج أحمد من السجن. في التفاعلات غردت رغدة: علينا تكثيف النشر عن أحمد أكثر،
هذه مأساة ومعاناة يواجهها أسير فلسطيني اعتقله الاحتلال طفلا وكبر داخل زنازين الانفرادي ولا زالوا يريدون تمديد فترة عزله. الحرية لأحمد مناصرة. أما آية فكتبت في تويتر: من غير المعقول ما يحدث، إلى متى سنظل ساكتين ونحن جميعنا نعرف إلى أين يريدون أن يوصلوا أحمد؟ أحمد تعب من الانفرادي وسيجن لو استمر على هذا الحال، غايتهم هي إما أن يموت أو يجن. إلى موضوعنا الثالث والأخير لهذا اليوم، وهو الهلع الإسرائيلي من الأعلام الفلسطينية. أكاد أجزم أن حالة من هذا النوع غير موجودة في علم النفس، خوف من علم ما، لكن الهلع من العالم الفلسطيني موجود لدى اليمين الإسرائيلي، لدرجة أن هناك من يعمل على تشريع لمنع رفع العلم وسجن الناشطين. فعلا صدقوا ذلك. المهم أن أعضاء الكنيسة العرب كان لديهم ما يقولوا من على منصة البرلمان في هذا الشأن. הדגל היפה שאנחנו מאוד גאים בו, עם ארבעת הצבעים, זה דגל פלסטין, זה לא דגל אש"ף. תלמדו כבר עשרות שנים. ולא משנה כמה תסיתו נגד, אנחנו נמשיך להיות גאים בדגל שלנו ונמשיך להרים אותו בכל מקום. תודה, חבר. وعن ذلك كتب همام: لم يعرف التاريخ راية تغيظ الإسرائيليين كما يغيظهم العلم الفلسطيني. أما سيما فغردت قائلة: يخافون من العلم الفلسطيني، ويخافون من القلم، ويخافون من الطفل، ويخافون من الحجر، ويخافون من كل شيء فلسطيني. هذا هو الاحتلال الهش الزائل بإذن الله. بهذا نصل ختام بانوراما لهذا اليوم. هذه تحياتي لكم أينما كنتم. بأمان الله.